صلوا على رسول الله. خصومات اليوم الوطني الإماراتي لغاية 15/12/2022 في روز جاليري للعطور، محل عجيب وغريب وعطورات على كيف كيفك. الموقع الشارجة، هذا ميجا مول الشارجة مقابل ميجا مول، وهذا المسجد اللي في الزاوية، وحياكم الله. روز جاليري بقيادة مصطفى. مصطفى خبرة 18 سنة وأكثر في باريس جاليري، يعني شارب العطور شرب، تخيل كل البراندات العالمية مر عليه، وهالخبرة هذه وظفها هني في هذه العطور الخطيرة والرهيبة. البراندات العالمية موجودة، الخصم عليها من 10 لغاية 35%، أي براند عالمي موجود وكلها أصلية 100% ومع الضمان. اليوم بنتكلم إحنا خصمنا على هذه العطور اللي خاصة في مصطفى، عطورات ثبات يوم يومين ثلاثة، تركيز عالي جدا 30% وفوق. هذه عطورنا وهذا التغليف، شوف البوكس، بوكسات فخمة، عطورات حق هدايا لمناسبات لأي شيء عندكم، شيء يبيض الوجه. شوف العطور اللي عندنا، نبدأ لكم من هذا العطرين، هذا وهذا. هذا الحبة كانت 180 درهم، اليوم 90 درهم أو 280 درهم، اليوم 90 درهم الحبة الوحدة. عندنا العطور هذه بودي مسك، وهذه المجموعة شوفها على 485، خصم 50%، وقول من طرف أبو خليفة لك خصم 10% زيادة. هذا التغليف مالهم، تغليف ممتاز ونوعية فخمة جدا، والعطورات ثباتها صار لنا أكثر من ساعة ساعتين، نحن بس قاعدين نجرب العطور. هذا شذ العود، وهذه المجموعة ماله، كل اسم لكذا مجموعة، وهذا عندنا بلسيما. هذه العطورات قمة الفخامة، من 685 تاخذهم على 220 درهم، وفي عرض أخير لا تنسى وخصم إضافي 10% بس قول من طرف بخريفة. هذه الفي اي بي، في اي بي في الغرش، وفي اي بي في الروائح وفي الثبات وفي كل شيء. العطور كلها حلوة، ومشكلة العطور انها اذواق، يعني ممكن عطر يعجبني انا وما يعجبك انت، بس العطور فخمة. شوف التغليف مالها ما شاء الله شيء من الاخر، قلت لك خبرة 18 سنة. هذه المجموعة صح انها غالية، اللي سعر الحبة فيهم 785 درهم، بعد الخصم تاخذ الحبة ب 270 درهم. وفي عرض ثاني، اي مجموعه من المجموعات هذه كل ثلاث عطور تختار لك عطر مجاني فوق الخصم، ها تختار لك اي عطر على كل ثلاث عطور تاخذ لك عطر مجاني. انا ابغيك تي وتجرب العطورات بروحك وتشوف الثبات وتشوف الروائح، صدقني بتعيبك شغل من الاخر. هذه العطور المجموعه الملكيه والاكثر مبيعا. لما نقول اكثر مبيعا يعني بيع الحين انباعت قبل شوي، بشكل يومي تنطلب ويطرشون السواقين ويطرشون الناس ياخذون هذه الكميه. قلت لكم اللي يشترونهم ناس في اي بي. العرض خطير جدا، مصطفى مسوي هذا العرض بمناسبه اليوم الوطني، سبع عطور ب 1500 درهم. وعندك هذه العطرين الفخمات من نفس المجموعه هذه، تاخذ عطرين والثالث هذول مجانا، ثلاث عطور مجانا، وتوصيل برسوم بسيطه لاي مكان في الامارات 1500 درهم. انت بتاخذ افخم انواع العطور وثبات مش اقل من يومين. لما تشم دخون وما تتضايق منه ويكون دخون صحي، هذا الدخون الصحي، انا اتضايق من الدخون وما احب ريحته ترى على فكره، بس هذا فظيع. هذه يبونه من اماكن خاصه وما يتم للعلم، يعني الطلب عليه غير طبيعي، يعني مجرد ما يوصل الكميه تخلص. تخيل هذه ب 360 درهم العلبه، بس خصم اليوم الوطني مصطفى اعطانا خصم قوي جدا والكميه محدوده جدا ب 160 درهم. اطلب وصدقني بترد تطلب مره ثانيه، لان الريحه فعلا ريحه قويه جدا صراحه. هذه الساعات، ساعات باريس جاليري، هذه اصليه ترى للعلم، اصليه 100%. هذه مثلا اجنر، هذه بنص السعر، اول 3000 الحين ب 1500، وفي عندنا نسائيه وفي عندنا رجاليه، هذه كلها ساعات اصليه. عندنا هني ايضا هذه رخيصه، تعال هني هالصوب شوف هذه الحمراء، هذه رخيصه بيبسي، ها هذا انه مش ماركات، بس اسعارهم على كم؟ هلا تقريبا 280 280 درهم. هذول ساعات فخمه وجميله جدا.